مرحبا، كيفكم؟ إن شاء الله تكون كل أموركم تمام، تكونوا درستوا أول محاضرة وهيك الكونسبتس الأساسية يعني حكيت عرفتوها، عشان اليوم بس رح نكمل على هذا الأساس. إحنا بالمحاضرة الماضية آخر إشي وصلنا عنده إن إحنا كنا نحكي عن النيوكلياي اللي موجودة بالجري ماتر أوف ذا سباينال كورد، تمام؟ حكينا بالأنتيريور هورنز وحكينا عن الأنتيريور هورنز والبوستيريور هورنز، واتفقنا إن إحنا لازم نحفظهم. عرفنا إنه إحنا في عنا بالأنتيريور هورن في خمسة، اللي هم تنتين ميديال سميتهم انتيرو ميديال وبوستيرو ميديال، واحدة سنترال وعلى اللاترال في عندنا بوستيرو لاترال وانتيرو لاترال. واتفقنا انه الثراسيك سيجمنتس انها كثير صغيرة، فما فيها لا السنترال ولا اللاترال، بس في عندنا الميديال لان هم اهم شيء. بعدين بلشنا نحكي عن اللي هم النيوكلياي اللي موجودة بالبوستيرو هورن، حكينا انه في عندنا البوستيرو مارجينال، الاس جي ار هي سبستنشيا جيلاتينوزا اورلاندي، والنيوكليوس بروبليوس، تمام؟ بس احنا اتفقنا انه هذول احنا لازم نحفظهم، تمام؟ طيب هلا ايش في اشي ثاني كمان نتذكره هيك على السريع؟ تمام، بس حكينا كل وحدة فيهم ايش بتعمل، يعني هاي اشياء اساسية انا لازم اعرف. طيب هلا بهاي المحاضرة احنا هنكمل، رح نحكي عن اللاترال هورنز. اتفقنا انه في سيجمنتس فيها لاترال هورنز اللي هي الثراسيك سيجمنت والساكرال سيجمنتس، يعني S2 3 و4، تمام؟ رح نحكي ايش النيوكلياي اللي موجودة فيها. هلا بالنسبة للثراس الموجودين بالثراسيك سيجمنت، هلا بفرقوا عن بعض، تمام؟ احنا في عنا اللاترال هورن موجودة بس بمكانين، موجودة بالثراسيك سيجمنت، موجودة بالساكرال اللي هم تحديدا S2 3 و4. هلا احنا اتفقنا انه اللاترال هورنز بشكل عام تحمل الاوتونوميك، فيها الاوتونوميك نيوكلياي، واحنا بنعرف انه الاوتونوميك احنا بنقسمها ل سمباثيتك اند بارا سمباثيتك. فهم لاحظوا انه السمباثيتك نيوكلياي كلها موجوده بالثراسك والابر تو لامبر سيجمنتس، تمام؟ يعني الثراسك زائد L1 L2. واللي هو contain انتيرو ميديو لاترال sympathetic nuclei. وإيش بيعطوني هدول؟ بيعطوني preganglionic fibers which pass in anterior root of the spinal nerve. هلا إحنا في شغلة ما حكيناها قبل، إنه إحنا هي لو بدي أطلع أنا هون، إنه أنا في عندي هون نيرف روت بيطلع وهنا في عندي نيرف روت بيطلع، فلاحظوا انه السمباثيتك فايبرز البري جانجليونيك سمباثيتك فايبرز بتطلع من اللاترال اللاترال هورن اوف ذا ثراسك سيجمنت، بتطلع من الانتيريور، تمام؟ طيب هلا بالنسبه للبارا سمباثيتك موجودين بالساكرال سيجمنت، وهي الجملة دكتورة شطبتها وفي شطب عليها أصلا المحاضرة، فإنه إحنا نكنسل مش كل شيء، بس إنه هدول نكنسل عليها، تمام؟ فلا بالنسبة لللاترال هورنز، اللاترال هورنز موجودين بمكانين، ثراسك وأبر تو لمبر والساكرال. ثراسك فيها السمباثيك نيوكلياي، بينما الساكرال فيها البارا سمباثيك نيوكلياي. وطلع عندنا آخر إشي الكوميشرال نيوكلياي اللي هي هون بالنص كانت، اللي هم هون كانوا نيوكلياي اللي موجودين هون، فهي موجودة in all segments of the spinal cord they surround the central canal، موجودين بكل segments اللي هم cervical, thoracic, lumbar و sacral، وهم عبارة عن interneurons between sensory and motor nuclei. احنا اتفقنا انه كانوا اللي بال posterior كانوا sensory بينما اللي بال anterior كانوا motor، فال commissure لانهم جايين بالنص هم عبارة عن interneurons موجودين بين السنسوري و الموتر. فاحنا وعندنا احنا تنتين اللي هم الانتيريور اند بوستيريور كوميشرال نيوكلياي. طب لو انا هيك بس مراجعه سريعه بدي اتذكر ايش هم النيوكلياي، احنا حكينا في عنا خمسه بالانتيريور هون، والبوستيريور هون كان فيه اربعه، واتفقنا هون انه بالثراسك تحديدا بس تنتين لانه ما فيه لا سنترال ولا لاترال. وهي اتفقنا كمان انه باللاترال في عنا خلينا نسميهم تنتين اللي هم السمباثيك والبارا سمباثيك، واخر اشي في عنا بالكمشرال برضو تنتين.
هلا في معلومة زيادة دكتورة حاططها، بتحكي إنه some segments contain some specific nuclei، يعني غير هدول اللي إحنا حددناهم اللي موجودين بتقريبا أغلب السيجمنتس، في عندنا سيجمنتس معينة فيها نيوكلياي معينة. هم تنتين وأنا لازم أحفظهم، لازم أحفظ اسمهم وأحفظ وين موجودين. فأول إشي في عندنا الفرينك نيوكليوس. فرينك نيوكليوس من اسمها أكيد هي رح تطلع لي الفرينك نيرفز اللي هي رح تعمل إنيرفيشن للديافرام. هي part of the central nucleus of the anterior horn من C2 ل C5. فبدي احفظها، انا بدي اعرفها زي اسمي، انه الفرينك نيوكليوس اكيد هي اللي بتطلع الفرينك نيرف اللي رايح على الديافرام. فهي part of the central nucleus of the anterior horn اللي موجود بالسيرفايكل. هلا صراحه منطقيا احنا بنحكي انه هي بالسنترال، والثراسك ما فيها سنترال، ما عاد رح تكون طالعه من فوق من السيرفايكل. فبالسنترال هورن بالسنترال نيوكلياي اللي بالسيرفايكل C2 ل 5 هي اللي بتطلع عندي الفرينك نيرف عشان يروح على الديافرام. تاني واحدة اللي احنا لازم نعرفها اللي هي سباينال اكسس النيوكليوس، اللي هي a part of the central nucleus of the anterior horn من C1 ل C5 for innervation of the trapezoid and sternocleidomastoid. يعني هم هذول الثنتين المميزين، الثنتين موجودين بالسيرفايكال سيجمنتس. اول واحدة الفرينك الموجودة من C2 ل C5 وبتروح على بتروح على الديافرام، والثانية هي سباينال اكسسوري موجودة من C1 ل C5 تعطي انرفيشنز للترابيزيود والستيرنوكليدوماستويد اللي هم ماسلز موجودين الترابيزيود من ورا نيك وباك، والستيرنوكليدوماستويد على رقبتنا من الجانب الانيه من الجنبين. هلا احنا هيك بشكل عام خلصنا نيوكلياي، احنا اتفقنا نرجع على الصوره من المحاضره هذيك. احنا اتفقنا انه بالسباينال كورد احنا في عنا الجراي ماتر من هون من جوا على شكل اتش، او مرات كنا نحكي عنها باترفلاي شيب. بعدين هنا في عنا الوايت ماتر، واتفقنا انه الجراي ماتر دائما هو عبارة عن السيل بوديز. برضو عرفنا مسمى تاني انه نيوكليوس معناها تجمع سيل بوديز لها نفس الوظيفة، رايحة على نفس المكان وطالعة من نفس المكان. فرحنا قسمنا هاي الجري ماتر لعدة نيوكلياي، كل نيوكلياي كان لها هدف. عرفنا النيوكلياي اللي بالانتيريور اللي هم 5 بس بالثراسك عندنا بس 2، وعرفنا اللي بالبوستيريور اللي هم 4، عرفنا اللي باللاترال وعرفنا اللي بالكوميشرال، و2 مميزات اللي هم الفرينك وسباينال اكسسوري. وحكينا انه احنا عندنا بالبوستيريور هم سنسوري، بالانتيريور هم سباينال، والكوميشرال هي انتر نيورونز تشبك بينهم التنتين. هلا احنا بلش نحكي عن او لا قبل في عنا اشي. هلا بتعرفوا كيف لما واحد عادي يكون اسمه احمد بعدين يتجوز ويجيب ولد ويسميه محمود فيصير اسمه ابو محمود؟ هلا هو ستيل احمد بس له اسم ثاني اللي هو ابو محمود. هذا هو مبدا الريكس لامينا. الفكره هون انه في عالم اسمه ريكس بس راح سماهم بطريقه مختلفه، يعني هم نفسهم بس راح بدل ما انه هو يجي يعدد النيوكلياي زي هيك راح قسم هذا لسيجمنت، فحكى هم عباره عن 10 لامينا. حكى في عندنا هي لامينا 1، لامينا 2، لامينا 3، لحد هون في عندنا لامينا 9، وهي لامينا 10 اللي هي بالكوميشرال نيوكلياي. فبس غير مسمياتهم صراحة، يعني شوي الموضوع يعني اوريدي اصلا احنا المحاضرات او الهيستولوجي طويل، والدكتورة حكت مو داخل، بس قرأت اكمل شغلة منهم وانا حددت لكم اياهم، بس الباقي صراحة انا مو شايفة انه في داعي نقراه. اذا حدا فيكم حاب اني اشرح له اياه عادي ابعتوا لي برايفت وبشرح لكم اياه، بس ما في داعي احنا نطول هلا الفيديو اقعد اشرحهم هم مو داخلين بالامتحان. فبس هم مسمى تاني، بدل ما انه احنا رحنا قسمناهم لنيوكلياي هي قسمناهم للامينا. ايش الاشي انا لازم اعرفه من هذا الموضوع؟ بس بدي اعرف انه هم عباره عن 10 لامينا اسمهم ريكس لامينا. ليش اسمهم ريكس؟ لانه اسم العالم اللي حط هاي التسميه ريكس. وحكينا not included بالامتحان. بس انا اشياء زياده ضفتهم انه لامينا من 1 ل 6 هم سنسوري، لانه اصلا جايين على البوستيريور، هي هم من 1 ل 6 سنسوري. 7 هي جاية هيك يعني بتخلط خلينا نحكي، فيها انفو من اذر لامينا، يعني بتاخذ انفو من اذر لامينا، كمان بتبعت موتور انفو، يعني هي سنسوري على موتور، تاخذ سنسوري انفو من اللامينات الثانيين بس برضه بتبعت موتور. 8 و9 بيورلي موتور، واخر اشي لامينتين اللي هي هيها هون موجوده، هي نفسها الكوميشرال نيوكلياي بس عبارة عن انتر نيورون between the sensory and motor neurons. بالسنوات لما تروحوا تيجوا تحلوا سنوات، الدكاترة السنوات اللي قبل كانوا طالبينهم، ممكن تلاقي سؤال بحكي لك انه لامينا 1 correspond لايش، فانت بدك تتذكر والله انه هون هاي posterolateral هي لامينا 1،
بس هذا ما ضيع وقتكم عليه، لأن الدكتورة ما طلبته منكم، فبس حكيت لكم هي مسميات تانية زي كأنه أحمد أو محمود. ف اسم البوستيرو لاترال نيوكلياي أحمد، بعدين صار اسمها أبو محمود، نفس الإشي بوستيرو لاترال، بعدين صار اسمها اللامينا 1. فبالسنوات ما تستغربوا الأسئلة، تشوفوا إنه لامينا 1 ريبريزنت إيش، بدك تكون عارف إنه بوستيرو لاترال. هذا الحكي مو مطلوب منا، نعرف إنهم 10، نعرف إنه من 1 لـ6 سنسوري، 7 سنسوري على موتر، 8 و9 بيورلي موتر، وآخر إشي 10 اللي هي إنتر نيورونز بتوين السنسوري والموتر. وهيك احنا بنكون خلصنا هذا الجزء، خلصنا الاتش اللي احنا بنحكي عنه اللي هو السيل بوديز او الجراي ماتر. هلا رح نحكي عن الوايت ماتر. ايش هي الوايت ماتر؟ اتفقنا الوايت ماتر هي تجمع الاكزونز تبعت هاي الخلايا. ليش سميناها وايت ماتر؟ لان الاكزونز تبعت الخلايا عليها اللي هي مايلين شيتس، والمايلين شيتس عباره عن فات، وهذا الفات لونه ابيض، فلما رحنا احنا صبغناهم لاحظنا انه لونها ابيض، عشان هيك سميناها الوايت ماتر. حتى لو احنا بدون قبل ما نصبغها، يعني لو انت عملت دايسكشن هلا، عملت تشريح للجثه وشفت بالفريش ستيت، رح تشوف انه they are grossly white in color. ليش؟ لانه فيهم المايلين شيث اللي هو عباره عن فات. وهي عباره عن النيرف فايبرز جروب توجذر. هلا قبل احنا عرفنا مصطلح، حكينا نيوكليوس. نيوكليوس ايش كان معناها؟ معناها هي جروب اوف سيل بوديز لها نفس المهمه، رايحه على نفس المكان وجايه من نفس المكان. استخدمنا احنا مصطلح ثاني اللي هو كان مصطلحين هم فعليا. عرفنا عن الباثوي والتراكت، عرفنا الباثوي هو بس الطريق اللي بيمرق فيها، بينما التراكت هي إشي ثابت وهي جزء من هذا الباثوي. مثال حكينا عن المثال الصحراوي، عرفنا مثلا الباثوي من عمان للكرك انه انت مثلا تروح على السابع، بعدين على طريق المطار، بعدين على الصحراوي لحد ما توصل الكرك العقبة، سوري احنا بدنا نوصل العقبة بالأخير آخر إشي. ومثلا الباثوي من الكرك للعقبة كان إنه أنت تطلع من الكرك تروح على الصحراوي وهيك، فلاحظنا إنه في إشي مشترك بينهم اللي هو كان الطريق الصحراوي. فهذا الطريق الصحراوي سميناه التراك اللي هو جروب اوف نيرف فايبرز رايحة من يعني arise from the same place، رايحة على the same place، وهي جزء من هذا الباثوي ولهم نفس الفانكشن. فإحنا أغلب الوايت ماتر هون هو عبارة عن التراكتس، هدول تجمع هدول الأكزونز اللي رايحين على نفس المكان، طالعين من نفس المكان، وبيأدوا نفس المهمة. فهدول هم الوايت ماتر، هو بيمثل عندي التراكتس اللي هو and few unmyelinated، بس الأغلب هو المايلينيتد نيرف فايبرز. فيها كمان بلوك كابيلاريز اكيد، وفيها نيوروجلايا. حكينا احنا النيوروجلايا هي الخلايا العصبيه المساعده، زي الاستروسايتس، زي الاوليجودندروسايت، وهي الاشياء. هلا for simple description the white matter of each half is the spinal cord is divided into three longitudinal columns. طيب هلا احنا اتفقنا على شغله كمان اساسيه، انه اي شيء عندنا بالسي ان اس مماثل على الجهه الثانيه، اي شيء على اليمين موجود نفسه على الشمال. فهم اجوا حكوا عشان انا اجي اقسم، اتفقنا انه احنا في عندنا البوستيريور كولوم هاد للتراكتس، في عندنا الانتيريور كولوم، في عندنا اللاترال كولوم. كل كولوم من هدول فيه عدة تراكتس. كيف قبل احنا قسمنا؟ حكينا في عندنا بوستيريور هورن، انتيريور هورن، وعرفنا ايش النيوكليوري اللي موجوده بكل وحده فيهم. نفس المبدا هون، قسمت الوايت ماتر لا بوستيريور كولوم، لاترال كولوم، وانتيريور كولوم، وعرفت ايش التراكتس اللي موجوده بكل واحد فيهم. بالنسبه للبوستيريور كولوم، هو وين جاي بالضبط؟ جاي بين البوستيريور هورن، كمان الدورسال ميديان سيبتم. هاي الاسئله ممكن تيجي بالامتحان، ايش هم الباوندريز تبعون البوستيريور كولوم اوف ذا وايت ماتر، اللي اكون عارفه انه هو يعني منطقيا بين البوستيريور هورن والدورسال ميديان سيبتم. ذكر الدورسال حكينا انها بوستيريور، فالدورسال يعني بوستيريور. وايش فيها؟ اغلبها اسندنج تراكتس، تراكتس طالع على فوق، اسندنج يعني طالع لفوق، ديسندنج يعني نازل لفوق. هلا بنعرف شو الاسندنج وشو الديسندنج. بالنسبه للانتيريور كولوم، هو عباره بين الانتيريور ميديان فيشر هذا اللي هون، والانتيريور هورن تبع يعني emergence of the roots اللي طالع من الانتيريور هورن تبع الجري ماتر، وعلى اغلبه اسندنج اند ديسندنج. واخر شيء في عندنا اللاترال كولوم اللي هو جاي بين البوستيريور هورن والانتيريور هورن، هاي المنطقه، وفيه برضه اسندنج اند ديسندنج. فبس بدي اعرف انه مميز فيهم البوستيريور، فيه بس اسندنج. البوستيريور او الدورسال كولوم موجود فيه بس اسندنج، بينما اللاترال والانتيريور فيه اسندنج او ديسندنج. ايش هم، ايش يعني اسندنج وديسندنج؟
اتوقع ان احنا حكيناها بالمحاضره اللي قبل، بس انه انت هدفك بالاخير انك بدك ترسل المعلومات للدماغ، بدك المعلومات توصل للدماغ، يعني الدماغ هو مرجعنا انا بهاي الحاله. فاذا انت باعت معلومات على الدماغ يعني طالع لفوق، هاي اسندنج. طب ايش رح يكون نوع هاي المعلومات؟ رح تكون سنسوري، لانه انت لسه عم تنسل، عم تبعت معلومات للدماغ. طب لو الدماغ بعت لعضله معينه لاصبعك انه يتحرك، فرح تنزل المعلومه من الدماغ لاصبعك، فسميناهم ديسندنج. عشان هيك بدي اكون عارفه انه descending يعني موتر. فالتراكس يا اما ascending طالعين لفوق رايحين على الدماغ فهم sensory، او نازلين من الدماغ لاي مكان تاني جسمنا سميناهم descending واللي موتر. فمن هون راح لكم تسمعوا ascending على طول بتطلع في بالكم انه انا عم بحكي عن sensory، descending معناها موتر. اتفقنا انه posterior column فيه completely كلهم ascending، بينما اللاترال والانتيريور لا، في عندنا ميكس ascending و descending. هلا كمان كان في تقسيمة تانية لهدول التراكتس، حكينا في عنا شورت تراكتس و لونج تراكتس. هلا مش احنا حكينا انه المعلومة بتنتقل عنا من اصبعك انت وهي هون السكن تبع الاصبع في دبوس غزك، فالمعلومة اول شيء انتقلت للسباينال كورد، بعدين طلعت بسكند اوردر نيورون وصلت للبرين، هاي البرين. هلا هاد السكند اوردر نيورون هو التراكتس احنا بنحكي عنهم، وبهاي الحالة كان ascending لأنه أخذ معلومة sensory. طيب البرين راح بعت أمر لأصبعك إنه يتحرك، فنزلت المعلومة لهون، بعدين من هون طلعت على أصبعك. فكان في عنا هذول descending أو الموتر. تمام، هلأ في تقسيمة تانية لهذول التراكس بتحكي إنه إحنا في عنا short associative tracks. هذول التراكس ببلشوا وبينتهوا بالسباينال كورد، ما بوصلوا للدماغ ولا بوصلوا، ما بالاخير بوصلوا للدماغ، هم شغلات بس موجودين هون بالسباينال كورد. سوري، ببلشوا وبينتهوا بالسباينال كورد، هم زي كانهم اشياء بتدعم او اشياء هيك بس كمان معلومه صغيره. فهدول الشورت اسوشيتيف تراكتس هم اسندنج او ديسندنج، ببلشوا وبينتهوا بالسباينال كورد. ايش يعني؟ يعني ما بيوصلوا للدماغ، ما بيوصلوا المعلومة بالأخير للدماغ. طب إيش الفانكشن تبعتهم؟ هم بس بيعملوا association و coordination، يعني بس بيعملوا تنظيم لمرور المعلومات بين يعني الأوامر اللي بتطلع، المعلومات اللي بتطلع بس. هم ببلشوا وبينتهوا بال spinal cord، ما بيوصلوا للدماغ، بس شغلهم عبارة عن coordination، عبارة عن تنظيم. هم أربعة ال short tracts، سميناهم fasciculi propriae، lesser coma shaped and septomarginal. بعرف الاسماء صعبين بس احنا لازم نحفظهم. تمام، كثير مهم ان انا اكون عارفتهم، انهم شورت اسوشيتيف تراكتس هم اربعه كلهم جايين ورا هون او تقريبا، يعني خلينا نحكي هم ورا هون كان قصدي. هم بس ببلشوا بنتهوا بالسباينال كورد، بس بيعملوا كوردينيشن بين باقي المعلومات اللي عم بتصير او كل الاشياء اللي عم بتصير بالسباينال كورد، ما بوصلوا عندي للدماغ. هم اربعه، اول وحده فيهم أول واحدة فيهم اللي هي الفاسيكولاي بروبياي، طلعوا هذا الخط الأخضر اللي لافف على الجري ماتر، هاد كله الفاسيكولاي بروبياي. فأول واحدة اللي هي الفاسيكولاي بروبياي، ثانية اللي هي كوما شيب، اسمها كوما شيب لأنه شكلها زي الكوما هون، بس أنا ما راح الصراحة كيف شكلها زي الكوما، بس الدكتورة هيك حكت يعني. بعدين في عندنا الليسر اللي هم جايين هون، جايين بالضبط ورا البوستيرو لاترال نيوكلياي اللي موجودة بالجري ماتر. آخر وحدة فيهم اللي هي سبتو مارجينال، مش مبينة هون ليش؟ لأنه إذا أنت شايف كوما ما راح تشوف سبتو مارجينال، لأنه بس يبطل كوما مبينة وتبلش تشوف سبتو مارجينال. هيها موجودة بصورة ثانية هون، اللي هي هاي جاي بالمنتصف هون. فالشورت تراكتس هم تراكتس موجودين بالسباينال كورد، ببلشوا وبنتهوا بالسباينال كورد وما بيوصلوا للدماغ، مش الهدف منهم انهم يوصلوا لي معلومة للدماغ او ياخذوا المعلومة من الدماغ، هم بس بيعملوا كوردينيشن، بيربطوا الحركات اللي عم بتصير مع بعض وبيعملوا تنظيم لنقل هاي المعلومات. هم أربعة ولازم كلهم أكون عارف اسمهم. فاسيكولاي بروبرياي هي لافة حوالين الجري ماتر، الليسر جاية ورا البوستيرو لاترال نيوكلياي بالضبط هيا هون، بعدين في عنا الكوما شيب والسبتو مارجنال. وحكينا يا إما أنت إذا لقيت سكشن بالسباينال كورد بتلاقي يا إما كوما شيب يا إما سبتو مارجنال، ما بتلاقيهم الاثنتين مع بعض، مع إنه هي الصورة حاططهم الاثنتين مع بعض بس هي رسم يعني مش إشي أكيد. فهي الكوما شيب موجودين هون، بينما السبتم مارجنال المفروض انه مكانها تكون بالضبط بالنص عند السبتم اللي بالنص. هلا اللونج تراكتس اللي هم موضوع محاضرتنا واللي رح يكون عليهم اسئله كثير،
اللي هم اللونج اسندنج تراكتس اللي بتنقل المعلومات السنسري، لا وكمان اللونج ديسندنج تراكتس اللي هم بينزلوا المعلومات الموتر. هلا خلينا نتخيل شغله، قبل ما نبلش نحكي عن تراكتس بدي نرجع للصوره للسباينال كورد هون، عشان اذا في حدا لسه مش فاهم انا شو قصدي بتراكتس نعرفهم. هلا انا السباينال كورد حكينا هو سيلندريكال شيب، هو عباره عن اسطوانه. الاسطوانه هاي عباره عن خلايا عصبيه، بالنص في عندنا السيل بوديز سميناهم الجراي ماتر، على الاطراف كان في عندنا الاكسونز تبعونهم سميناهم الوايت ماتر. واتفقنا انه هي كلها يعني تخيلوا انه هي اسطوانه معبيه، يعني هيها بالنص فيها الجراي ماتر وعلى الاطراف فيها الوايت ماتر، يعني هي الازرق خلينا نعتبره هو الوايت ماتر، بينما اللي بالنص هو الجراي ماتر. وعرفنا قسمنا رحنا قسمنا الوايت ماتر للنيوكلياي، وهاي النيوكلياي موجودة فيهم تقريبا كلهم. بس كيف بتكون موجودة؟ مش بس بتكون موجودة بسكشن واحد، لا هي موجودة بكل هذا الأسطوانة. بالنسبة للوايت ماتر أو التراكس نفس المبدأ، هم موجودين بكل هاي الأسطوانة. فمثلا نفترض انه هاي التراكت هاي هون انا رسمتها هون هي تراكت اسندنج عم تنقل معلومات للدماغ، بتنقل مثلا تحديدا معلومات اللمس، فبيجيها من هون معلومة مثلا هون اللي جاي من الاجر، هذا جاي من الاجر، هاي المعلومة جاية من الايد، هاي المعلومة جاية من الصدر مثلا، وكلهم طالعين اسندنج بنقلوا معلومة التاتش اللمس للبرين. فاتفقنا انه هدول التراكتس زيهم زي الصحراوي، هم إشي ثابت موجود على طول الطريق، بس بيستلم معلومات من أماكن مختلفة، بيستلم من الكرك، بيستلم من الطفيلة، بيستلم من معان، كلهم رايحين بالأخير رايحين من العقبة لعمان، بس هم موجودين على طول الطريق. أنا ما بدي أنتوا تيجوا تشوفوا صورة أو سكشن زي هيك نشوف إنه مثلا هنا في دائرة هي تراكت وهنا في نيوكلياي نفكرها بس موجودة بهذا المكان، لا هي موجودة بكل السباينال كورد، بكل هذا السلندريكال شيب، طبعا مع وجود استثناءات. مش حكينا انه احنا في عندنا مثلا بالثراسيك سيجمنت ما في عندي انتيرو سنترال وانتيرو لاترال نيوكلياي، اكيد في عندنا استثناءات، بس انا هذا اللي اياكم تعرفوه انه هم عباره عن ممرات، يعني النيوكلياي موجوده بكل السكشنات وبرضه التراكس موجوده بكل السكشنات، هي عباره عن الطريق الصحراوي التراكس. هلا رح نبلش نحكي عن التراكس المهمين، طبعا اكيد نفس الشيء الشورت اللي حكينا عنهم هلا، الاربعه اللي حكينا عنهم هلا، يعني هذا على طول، مش احنا حكينا الاحمر هذا هو الاحمر هذا هو الوايت ماتر، على طول هتطلعوا كيف محوط فيها لكل شيء، هاي الفاسيكيوراي مثلا اللي حكينا عن فاسيكولاس بروكرياي الشورت اللي فيها، بس الفرق اللهم هذول الشورت الاربعه اللي حكيناهم قبل اللي هم الكوما شيبت الليستر والسبتو مارجن والفاسيكولاي بروكرياي، انهم ببلشوا وبينتهوا بال يعني بالسباينال كورد، ما بوصلوا للدماغ، ببلشوا وبينتهوا على الصحراوي، ما بوصلوا لا الحقبه ولا عمان. هلا بالنسبه للونج تراكتس اللي هم عليهم هو اغلب الشغل واغلب دراستنا، حكينا في عندنا اللونج اسندنج، اسندنج يعني سنسوري، خلص انا بدي اطبعها ببالي اسندنج يعني سنسوري، وفي عندنا اللونج ديسندنج. رح نحكي شوي اول شيء عن اللونج اسندنج، بس نتذكر معلومه انه احنا قسمنا المناطق، لا اخذنا اول شيء احنا بالنص لانه حكينا اي شيء على الجهه الثانيه هو مماثل، حكينا في عندي هذا البوستيريور كولوم، نشوف لون ثاني، هذا البوستيريور كولوم، هذا اللاترال كولوم، وهذا الانتيريور كولوم. وهلا بدي اجي اقسم كل كولوم ايش فيه تراكتس. اتفقنا ان البوستيريور كله اسندنج يعني كله سنسري، بينما اللاترال والانتيريور فيه ميكس بين اسندنج وديسندنج. رح نبلش اول شيء بالاسندنج. هلا السنسوري تراكتس ار لونج اسندنج تراكتس، حكينا سنسوري يعني اسندنج. ايش بتعمل السنسوري او الاسندنج؟ بتنقل السنسيشن من اول ذا بودي بتوصله للبرين باستثناء الهيد. الهيد السنسيشن اللي فيه بيروح عن طريق الكرانيال نيرفز. هلا في عندنا احنا اعصاب بتطلع مباشره من الدماغ، في عندنا نسيت كم واحد، ممتاز 10 اعصاب بتاخذوهم بالبيانس، انتم بيطلعوا مباشره من الدماغ، اللي هم زي العصب الاول، العصب السابع، العصب الثامن، لما تسمع انه هذا الحدا صار في عنده العصب السابع بهيك وجهه بنزل لتحت، هذول الاعصاب بيطلعوا مباشره من الدماغ. فلاحظوا انه الاسندنج او السنسوري تراكت بتنقل معلومات من الجسم كامل باستثناء الهيد،
طيب مين بينقل المعلومات السنسوري من الهيد للدماغ؟ عن طريق التراجي من النيرف اللي هو العصب الخامس، تمام؟ بدي اكون عارف انه اسندنج تراكت بتنقل المعلومات السنسوري من الجسم كامل، حكينا من الايد، من الاجر، من الصدر، بتوديهم على الدماغ، باستثناء الهيد، الهيد بيروح عن طريق العصب الخامس، الكرينيال نيرف نمبر 5. طيب هلا the sensory tracts are divided into three categories according to the termination تبعهم. ايش يعني؟ ال sensory tracts او ال ascending tracts هم ثلاثة، حسب ايش انا قسمتهم؟ حسب وين بينتهوا، وين بيوصلوا؟ هل وصلوا لعمان ولا كملوا لبعد عمان ووصلوا للسلط ولا كملوا للزرقاء؟ حسب وين بينتهوا. فقسمناهم ال ascending لثلاث شغلات. في اشياء، في عندنا tracts توصل للسيريبرال كورتكس، القشرة الدماغية، في عنا تراكت توصل للسيريبيلم، المخيخ الصغير اللي تحت، وفي عنا تراكت معينة توصل للبرين ستيم. هلا احنا دائما بالمسميات لما اجي اسمي شغلة معينة بسميها حسب ايش وظيفتها او حسب هي وين رايحة. كيف مثلا كنت احكي انه والله اعطيكم مثال سهل، راحت كل الامثلة من بالي، يعني انه مثلا اذا ارتري مشي من جنب عضله معينه فانا بسميه باسم هاي العضله، يعني مثلا دورسال سبيدس وهاي الاشياء. فانا المسميات كثير بديهيه ومنطقيه، فما تغلبوا حالكم انتم بس بتعيدوا فيهم، بتعيدوا بتزيدوا فيهم، خلص من اسمهم احنا نصير نميزهم. فانا بحكي انه انا في عندي تراكتس وصلوا الكورتكس، فالمسميات رح تكون على هذا الاساس. طيب كل هذول التراكتس are known to carry a conscious, conscious sensation with, which reach the cerebral cortex of the opposite side. هلا هذول التراكتس اللي هم بوصلوا الكورتكس بنقلوا المعلومات اللي احنا بنحس فيها بوعينا، كل sensation اللي انا بكون واعية عليه، الاشياء مثلا زي اللمس، زي الوجع، proprioception، الاشياء اللي بيكون فيها وعي، لانها بتوصل للدماغ، بتوصل للكورتكس وبتم تفسيرها بالكورتكس. وكمان بيكونوا جايين من الجهة الثانية لأنه بصير لهم كروسنج. كيف يعني بصير لهم كروسنج؟ نرجع هاي الصورة، هاي طلعوا كيف هاي المعلومة، هاي إيدك، هاي الرايت سايد وهاي الليفت سايد. على طول أول ما يجي العصب هذا اللي جاي من إصبعك من هون على طول بيعمل كروسنج وبيطلع على الليفت، ما بيطلع من الرايت. فبدي أكون عارفة إنه كل التراكتس اللي بتطلع على السباينال كورد هذول التراكس كلهم عاملين كروسنج، بيطلعوا على الاوبوزيت سايد، بوصلوا للدماغ وبنقلوا عندي الكونشس سنسيشن. واي ليجن باي وحده فيهم بصير في عندي لوست هذا السنسيشن، يعني انا صار في عندي هاي التراك المعينه اللي هي بتنقل مثلا هون التمبرتشر والبين، بتنقل الحراره والاوجاع. اذا صار فيها قطع او صار فيها مشكله معناته انا افقد احساس بهذول الشغلتين. يعني الناس مثلا اللي بصير في عندهم مثلا حوادث سياره وبتاذوا ظهرهم، بعدين ببطلوا يحسوا بجريهم او بصير في عندهم شلل او وات ايفر، كله هيك بكون عندهم هاي التراك خلص صار فيها قطع او صار في عندنا بطلوا يتواصلوا، فخسروا البين والتمبريتشر اللي هم حاسين فيه بجريهم. ايش هم هذول التراكتس؟ هم اربعه. السنسوري تراكتس اللي بتوصل للسيريبرال كورتكس هم اربعه. في عندنا اللاترال سباينو ثلاميك، هلا الثلمس هي منطقه بالدماغ، فسباينو لانهم ببلشوا من السباينال كورد، وثلاميك انهم بيروحوا على الثلامس. الثانيه اللي هي الفنترال او الانتيريور سباينال ثلاميك برضه، بعدين في عندنا الجراسيل والكيونيت. فانا كيف بدي احفظهم هدول الاربعه؟ بدي اعرف انه في تنتين سباينال ثلاميك، واحده لاترال وواحده فنترال. فنترال يعني انتيريور، في عندنا جراسيل والكيونيت، هدول الاربعه تراكتس اللي بيوصلوا للسيريبرال كورتكس. بينما السنسوري تراكتس بتوصل للسيريبيلم، بنسميهم احنا سباينو سيريبيلر باثوي، اللي هي بتيجي من سباين للسيريبيلم. هلا ذيس تراكتس ما بيوصلوا السيريبيلر كورتكس زي ما حكينا، بس بنقلوا المعلومات للسيريبيلر كورتكس. دائما سيريبيلم، وين ما تسمع سيريبيلم تذكر كلمه كوردينيشن. السيريبيلم بتحكم بالكوردينيشن اللي بصير بجسمك، يعني انت شايف انت وين واقف ومقدر ايش الحركات اللي انت بتعملها، او انت عارف انك بدك تطلع الدرج فانت بترفع ايجر ايجر، كمان رافع راسك عشان تشوف وما تخبط باي شيء لقدام. فدائما اي مشكله بالسيربيلم، سمعت انه ولد صغير عنده تيومر بالسيربيلم، خلص على طول هذا الولد ما بيعرف يعمل، ما بيعرف ينظم حركاته، ما بيعرف يمسك القلم بنفس الوقت يمسك الدفتر بالايد الثانيه. فبما انه هدول بيروحوا على السيربيلم هم بنقلوا هاي المعلومات، بنقلوا المعلومات اللي بتعمل عندي الكوردينيشن، وهدول انكروست ما بصير لهم كروسنج على الجهه الثانيه. كيف يعني؟ يعني مش زي اللي حكينا عنهم قبل، بروح على طول بقطعه من اصبعك، اجت معلومه انه هون صار في عندك وجع او في عندك او حسيت انه حامي، على طول بتعمل كروس على الجهه الثانيه بتطلع على الليفت سايد، مع انه الاحساس كان عندك بالرايت سايد.
هدول اللي انا بحكي عنهم ما بيعملوا كروسنج، اللي بوصلوا على السيربيلم بيطلعوا انكروست، اجت المعلومه من هون من اصبعك برضه توصل على على التراك، بتطلع بهاي التراك بنفس المكان على الرايت سايد، انت الشعور كان باصبعك اليمين بتطلع عندك على الرايت سايد برضه، طبعا مش على الثلاثه رح توصل، اكيد رح توصل بالسيربيلم اللي هو تحت هون شوي. فهذول هم سباينال سيربيلر باثوي، هم بيروحوا بينتقلوا على نفس السايد ما بيصير لهم كروسنج، ومسؤولين عن الكوردينيشن. اي ليجن فيهم او اي قطع فيهم رح يصير في عندنا لوس اوف سنسيشن اللي رح يؤدي انه يبطل في عندنا كوردينيشن بالحركه. وهم اربعه برضه سباينو سيريبيلر، في عندنا الدورسال سباينو سيريبيلر اللي هي البوستيريور، في عندنا الفنترال سباينو سيريبيلر اللي هي الانتيريور، في عندنا الكيونو سيريبيلر والروسترال سباينو سيريبيلر، كلهم بيحكوا سيريبيلر بالاخير لانهم عم يوصلوا عندي على السيريبيلم، هم اربعه. في عندنا الانتيريور والبوستيريور سباينو سيريبيلر، وعندنا الكيونو سيريبيلر والروسترال سيريبيلر. عشان هيك لما يجيك سؤال بالامتحان إشي إشي ابصر شو، بعدين يحط لك سباينو سيريبيلر، خلاص انت على طول بتعرف انه هاي اسندنج. ليش؟ لانها انتقلت عندك من السباين للسيريبيلم، سيريبيلم فوق من السباين للسيريبيلم، بما انها رايحه على السيريبيلم معناته هي من الاشياء اللي ما بصير لها كروسنج، وبتنقل عندي معلومات الكوردينيشن. اخر تراكس موجوده بتوصل عندي على البرين ستيم، البرين ستيم اللي هو حكينا احنا عنه بصور الاناتومي شفناهم المره الماضيه، هيو هذه برين ستيم، هاي الكورتكس وهي السيريبيلم وهي البرين ستيم. ففي عندنا تراكتس بتوصل البرين ستيم، هم بس تنتين تراكتس اللي هم سباينو تكتل وسباينو اوليفري. تكتل تكتمو والاوليف موجودين بالبرين ستيم، عشان هيك انا بسميهم سباينو تكتل سباينو اوليفري. تمام، مراجعه سريعه، الاسندنج تراكتس، الاسندنج تراكتس بتطلع عندي معلومات من كل الجسم، وين بتوديهم؟ بتوديهم على البرين، فبياخذوا كل السنسيشن من كل الجسم باستثناء الهيد. قسمناهم لثلاث مجموعات، مجموعه بتوصل السيريبرال كورتكس فرح نسميها سباينو، بعدين إشي تاني بخص الكورتكس، سباين لأنها بلشت بالسباين وكورتكس لأنها وصلت هون على الكورتكس. فكانت في عنا أربعة، كان في عنا حكينا لاترال سباينو ثلاميك وانتيريور سباينو ثلاميك، ثلامس هي منطقة بالكورتكس، جراسيل وكيونيت. بعدين شفنا في عنا أشياء بتوصل وحكينا إنهم بيعملوا كروسنج، يعني لو أنت حسيت الوجع بإصبعك اليمين بس المعلومة رح تروح على رح تطلع عن طريق التراكس اللي على الشمال. بينما السنسوري تراكس بتوصل السيربيلم حكينا هي بتنقل الكوردينيشن وما بصير لها كروسنج، برضه اربعه دورسال انتيريور بوستيريور سباينو سيربيلر، كيونو سيربيلر وروسترال سباينو سيربيلر. واخر شيء اللي بوصلوا عندنا البرين ستيم اللي هم سباينو تكتل وسباينو اوليفري. نيجي على الصوره اللي حطها الدكتوره، هاي هم الاسندك تراكس على هاي الجهه، طلعوا كيف هي، هي الدورسال سباينو سيريبيلر مثلا، فنترال سباينو سيريبيلر، كلهم حسب مكانهم، سباينو تكتل وهكذا. هلا بالنسبه للونج ديسندنج اللي هم الموتور تراكت اللي بتنقل المعلومه من الدماغ للمكان اللي بجسمك لاصبعك، عشان انه اصبعك يتحرك. ديسندنج يعني موتور، احفظ انه ديسندنج دائما يعني موتور. وعرفنا كمان انه احنا الانتيريور، الانتيريور هورن تبع ال تبع الجري ماتر هو اللي بيحمل الخلايا البرين، سوري النيوكلياي او السيل باديز تبعون هدول الاعصاب. فكل الفولنتري موفمنتس الحركات اللي انت بتعملها بارادتك الفولنتري دان باي نيرف امبلسز بتبلش من السباينال كورتكس، يعني كلهم ببلشوا من السباينال كورتكس، بعدين بيروحوا على السيل بادي الموجود بالانتيريور هون، بعدين بيكمل عن طريق التراكت اللي هي ديسندنج تراكت. تمام، او ممكن على الموتور نيوكلياي اوف ذا كرينيال نيرف، ذكروا الكرينيال نيرف حكينا عنهم، حكينا لهم 10 نيرف موجودين بيطلعوا من الدماغ مباشره بيروحوا مثلا على الوجه، او هلا هم موتور وسنسوري هذول الكرينيال نيرفز، يعني في عندنا اشياء موتور واشياء سنسوري. فبحكي لك انه هو هاي المعلومات كلها الفولنتري اللي انت بتصير يعني بتعملها بارادتك بتبلش كلها من سباينال كورتكس، اي حركه عندنا دائما بتبلش من سباينال كورتكس، من سباينال كورتكس يا اما بتروح على ال هيها بلشت الحركة هون من السباينال كورتكس، يا إما بتروح على السيل بادي اللي موجود مثلا بهاي المنطقة بتكمل تنزل عن طريق التراك، وبعدين بتروح على المثل اللي أنت بتعنيها، فيا إما من الكورتكس للسباين أو من الكورتكس للنيوكلياي تبعت هدول الكرينيال نيرفز اللي إحنا حكينا عنهم. هلا إحنا الكرينيال نيرفز بنستخدم لهم مصطلح بلبر، فأنت وين ما تشوف بلبر اعرف إنه أنا بحكي عن النيوكلياي تبعت الكرينيال نيرفز.
فيا اما بيروحوا من السيبرال كورتكس على الانتيريور هورنز اللي موجودين بالسباينال كورد، او على الموتور نيوكلياي او بيتيريال نيرفز احنا سميناهم البلبر، بعدين من هدول من هون يعني بيروح على المسل، من هون برضه بيروح على المسل على السكيليتال مسلز. هلا هذا الباثوي زي اي باثوي تاني احنا بنروح بنقسمه ل first و second third order neurons. first order اللي هو بنقول المعلومة لأول مرة، بنقولها ل second order، و second order بنقولها ل third order لحد ما يوصلوا عندي الكورتكس أو لحد ما يوصلوا عندي المكان اللي هم أصلا رايحين عليه. فإحنا بنقسمهم ل upper and lower motor neuron. يعني إحنا بشكل عام الموتور نيورون بنقسمهم ل upper and lower motor neuron. The axons of upper motor neuron توصل lower motor neuron through the long descending tracts. يعني انت عندك بنسميهم احنا هذول بنقسمهم، بدل ما اني انا اقسمهم احكي first second third order، بحكي في عندي upper motor neuron و lower motor neuron. ال upper motor neuron بتنقل المعلومة من cortex، بتنزلها وين؟ على ال lower motor neuron عن طريق ال tracts اللي احنا نعرفهم هلا. ال lower motor neuron هو بيشمل ال anterior horn cell of the spinal cord and motor cranial nuclei of the brain stem. هذا هو اللور موتور، بيروح منها على الـ على الـ على الـ الخلايا المعنية أو على العضو المعني. فأنا في عندي upper motor neuron lower motor neuron. upper motor neuron هو أنا بقدر أسميه first order neuron، اللي هو بنقل المعلومة من الكورتيكس يا إما spinal cord أو لا اللي حكينا هاي النيوكليوي تبعت الكرينيال نيرفز. واللور موتور نيورون بنقل المعلومة من هذول المكانين بوديهم على العضو المعني. هاي تشوف هون الأبر واللور، ببلش كل الموضوع، كل الحركات، كل الموتر، الأوامر الموتر تبلش عندي بالكورتكس، تنزل وين؟ هي أول إشي على هذا الأبر موتور نيورون، بوصل عندي وين؟ على الانتيريور هورن سيل تبعت السباينال كورد، بعدين بيطلع منها اللور موتور نيورون وبيروح على الخليه المعنيه. نفس الاشي هون، ابر موتور نيورون بيوصل لعند النيوكلياي اوف ذا نيوكلياي اوف ذا كرانيال نيرفز، ومنها بيطلع عندي اللور موتور نيورون بوصل برضه على الخليه المعنيه، بصير في عندنا الحركات الفولنتري، الحركات اللي بنعملهم برئتنا. طب زي ما حفظنا الاسندنج تراكتس، لا بدنا نحفظ الديسندنج تراكتس. بنقسمهم احنا بشكل عام لبيراميدال تراكتس واكسترا بيراميدال تراكتس. ليش بيراميدال؟ بيراميد يعني هرم. ليش اسمهم بيراميدال تراكتس؟ انا شكلهم زي البيراميد، زي الهرم يعني. ما في صور هون كثيره افرجيكم اياها تميزوا يعني انه زي الهرم، بس انه اذا كان في شيء مهم احنا لازم نعرف شكله، راح نعرفه باللاب مش هلا يعني. فبس بدي اعرف انه هم الديسندنج انا قسمتهم كيف، هناك الاسندنج قسمتهم لاشياء بتوصل الكورتكس، اشياء بتوصل السيربيلم، اشياء بتوصل البرين ستيم. هون بس انه تقسيمه يعني، قسمت الديسندنج لبيراميدال و اكسترا بيراميدال. اول وحده في عندنا اياها اللي هي البيراميدال، تشمل تنتين، الكورتيكو سباينال والكورتيكو بلبر. كورتيكو انها رايحه من الكورتكس باتجاه السباين، هاي نازله على الانتيريور هون سيلز اللي بالسباين. والكورتيكو بلبر لانها رايحه من الكورتكس رايحه على البلبر، اللي احنا ايش حكينا البلبر نقصد فيها اللي هي النيوكلياي تبعت الكرينيال نيرفز. فبيراميدال تنتين، يا اما كورتيكو سباينال بتروح على سباينال كورد، او كورتيكو بلبر بتروح على الكرينيال نيرف نيوكلياي. هلا كل بيراميد موجود باللور ميدلا، ميدلا هي جزء من البرين ستيم، ان شاء الله بس ناخذ برين ستيم وبس تاخذوا اناتومي البرين ستيم رح تعرفوا ايش هي. بتحتوي حوالي مليون اكزون. موست اوف البيراميدال سيلز بيكونوا كثير صغار، يعني اغلب البيراميدال سيلز بيكونوا كثير صغار. هلا الاكزونز اوف ذا لارجست بيراميدال سيلز سبلاينج ذا ديجيتس ارايز من ايش احنا بنسميه البيت سيل، the cells are the largest in size. ايش هاي المعلومه الهدف منها؟ بس انه هيك يعني شيء تتفكروا فيه، انه كل الخلايا اللي موجوده عندنا بالبيراميدال كثير صغار، باستثناء الخلايا اللي بتوصل عندنا للديجيتس، ديجيتس اللي هم الاصابع. سبحان الله انه انت بتلاحظ انه الحركات الدقيقه زي حركه اصابعك، حركتك وانت بتكتب، انك تقدر تاشر على شغله، بتحتاج منك جهد اكثر ما مثلا انك تحرك ايدك او انك تفتح ايدك وتسكرها. فبلاحظوا انه دائما الاعصاب بتنقل هاي المعلومات الدقيقه بتكون حجمها اكبر. فبس هاي المعلومه بتحكي انه طلعوا كل البيراميدال حجمهم كثير صغير من 10 ل 50 مايكرون، الا الاشياء اللي رايحين على الديجيتس اللي هم الاصابع بيكون 120 مايكرون ان هايت. ببلشوا من شيء اسمه بيد سيل. فاول مجموعه من الديسندنج تراكتس كانوا البيراميدال، حكينا يا اما كورتيكو سباينال او كورتيكو بلبر. ثاني شيء اللي هم اكسترا بيراميدال، هم عباره عن فور سنجل تراكس وتو بيرد تراكس، اللي هم بس نعرف البيرد يعني مقصود فيها انهم بيكونوا يعني دول بالاخير اربعه، لانه يعني زوجين من التراكس.
كيف لما تحكي زوجين من كنادر، هم أربع كنادر بالأخير، فهم زي هيك. ففي عنا أربعة سنجل تراكس وزوجين من التراكس، اللي هم روبرو سباينال من مكان اسمه الروبرا رايح على السباين، أوليفو سباينال نفس الشيء رايح من الأوليف للسباين، سالكو مارجينال تراكس اللي هي بتمثل ميدل لو تدينا البندل أو الفاسيكيلس، وفي عنا التكتو سبايرل سباينال، هي مش سبايرل لأنها جاية من التكتم رايحة على السباين، وهذول هم البيرز اللي احنا حكينا عنهم، اللاترال الفنترال ريتيكيلو سباينال واللاترال الفنترال فيستيبيلو سباينال. برضو بدي أكون عرفتهم، بدي أعرف إن الإكسترا بيراميدال اللي هم أربعة سنجل تنتين بير، أربعة سنجل هذول هم روبرو أوليفو سالكو وتكتو، تمام؟ لو احنا بنيجي مثلا نحكي إنهم روست، اللي هم روبرو أوليفو سالكو وآخر إشي تكتو، والتنتين اللي هم جايين بيرز اللي هم اللاترال والفنترال ريتيكيلو وفيستيبيلو. هدول بالنسبة للأسندنج والديسندنج تراكتس، عرفنا شو الأسندنج تراكتس، قسمناهم لأشياء رايحة على السيريبلم، أشياء رايحة على السيريبرال كورتكس، أشياء رايحة على السيريبلم، أشياء رايحة على البرين ستيم. بعدين عرفنا عن الديسندنج وقسمناهم لبيراميدال وأكسترا بيراميدال. طيب هلأ نيجي على الحكي اللي ممكن يجي عليه الأسئلة أو عن تفاصيل هدول التراكتس. هلا هاي المعلومات شوي هي بتخص اللاب، بدي اشرح لكم كيف طبيعه الاسئله اللي رح تيجي عليه. لو نرجع احنا على المحاضره اللي قبل، تذكر ان احنا حكينا انه السكشنز بالسباينال كورد بتفرق من مكان لتاني. وين الصور؟ هاي هم بتفرق من مكان لتاني، انه طلعوا هون كيف السيرفايكل اكبر بينما الثراسك كثير صغار، والكوكسيديال كيف انه نسبه الوايت ماتر اقل زي هيك. فالهدف من هذول الاسئله اللي رح يجوا انها حتجيب لك صوره زي هاي، مثلا تجيب لك هاي وانت بدك تعرف انها اللمبر وتجاوب على هذا الاساس. فهون عامل لنا دكتوره جدول انه احنا كيف نقدر نميز كل سكشن من وين جاي. اول شيء الاشكالهم يا اما بيكونوا اوفل يعني شكلهم بيضوي، او بيكون دائري. هلا الدائري بس اللور ثراسك، اما الباقيين كلهم اوفل. فانا لو اجاني سؤال وشفتها دائريه زي هيك على طول خلص هاي لور ثراسك. هلا بالنسبه للسنترال كانال، السنترال كانال اللي هي هاي الفتحه اللي هون حكينا ممنوع منها سي اس اف، بالسيرفايكل جاي مور انتيرير بينما باللور ثراسك سلايتلي انتيرير، يعني هي بالمنتصف بس سلايتلي انتيرير، اما باللمبر جاي بالضبط سنترال. هلا البوستيرير هورنز اللي موجوده بالسيرفايكال ثيك عراض ودايفيرجنج يعني عم بيبعدوا عن بعض، بينما اللي بالثراسك ثين فيري ثين كثير نحاس، هيهم جايين بارلل يعني موازيين لبعض، واللي باللمبر جايين ثيك برضه متوازيين. بينما الانتيرير هورنز مثلا بالسيرفايكال طلعوا قد ايه ثيك، بالثراسك ثين فيري ثين عشان حكينا ما بيكون فيهم حتى السنترال واللاترال نيوكلياي، جايين بارلل، وباللمبر جايين ثيك اند بارلل. بالنسبة لللاترال هورنز مش موجودين إلا بالثراستك، بنشوفهم هون شوي، وباللمبر بس من L1 لL3. فأنا دائما إذا أنا شفت لاترال هورن هذا مستحيل يكون مثلا سيرفايكال سيجمنت. الوايت ماتر إنه مثلا بالثراستك بكون عارف إنه كميتها كبيرة مقارنة بالجراي ماتر، لأن الجراي ماتر كتير صغير، بينما باللمبر لا كميتها صغيرة مقارنة بالجراي ماتر، هون الجراي ماتر أكثر. هاي المعلومات انا بدي اعرفها، بدي اعرف انه السيرفايكال سيجمنتس رح يكون شكلها اوفل، جايه شكلها بيضاوي، السنترال كانال جايه انتيريور، البوستيريور هون تبعونها جايين ثن ودايفيرجنج هيك عم بيبعدوا عن بعض، والانتيريور جايين ثيك، بينما الثراسك لو الثراسك تحديدا جايه هيك سيركيولر دائريه، السنترال كانال بالنص بس جاي شوي سلايتلي انتيريور، بالنسبة للبوستيريور جايين كتير نحاف وموازيين لبعض، والانتيريور برضه كتير نحاف وصغار ومقارنة يعني حجم الوايت ماتر فيها كتير كبير. آخر إشي عندنا اللمبر، اللمبر جاي أوفل بالضبط سنترال، الكنال جاي سنترال، البوستيريور جايين ثيك أند بارلل، والانتيريور برضه ثيك أند بارلل، وكمية الوايت ماتر فيها كتير أقل مقارنة بالجراي ماتر. كمان آخر شغلة ما حكيناها إنه اللاترال هورنز موجودين باللور ثراسك بس، وأول ثلاثة من اللمبر سيجمنتس.
هدول بدي أكون عارفهم، بدي أكون عارفة مواصفات كل إشي، بحيث إنه لو أنا إجتني هاي الصورة بالامتحان بدي أكون عارفة إنه هاي الصورة جاية من السيرفايكال سيجمنت. رح تكون مثلا دكتورة سألتني سؤال إنه هذا مثلا هاي الصورة إيش التراكتس اللي مش موجودة فيها، فأنا والله بتذكر بنتبه بميز إنه آه والله هاي سيرفايكال. ليش هاي سيرفايكال؟ لأنها أول إشي جاية أوفال، السنترال كانال جاية أنتيريور، هدول ثين ودايفيرجينج، بينما هدول ثيك، وما في عندي lateral horns، معناته خلاص هاي cervical. فأنا بتذكر حسب أنا إيش حفظت إنه كل تراكت وين المكان اللي هي موجودة فيه ومش موجودة فيه. هدول راح أحط إن شاء الله باللاب، لما ندرس اللاب راح أحط أمثلة عليهم كتير ونصير إنه نميز. لو إذا بتحبوا بنعمل اللاب أونلاين عشان إنه إنزل أسألكم هيك يكون interactive شوي، أو بنعمله تسجيل عادي. هنا بس بحدد لك ايش ليفلز اوف ذا سباينال كورد اللي هم سيرفايكال، ابر ثراسك، لور ثراسك، واللمبر. رح نبلش اول شيء بالسيرفايكال. احنا اتفقنا على شكلهم، السيرفايكال كانت بيضاويه سلايتلي انتيرير ثين اند دايفيرجينج، وهدول ثيك الانتيرير هورنز، ما في عندي لاترال هورنز. بحكي لك انه بالسيرفايكال ريجن ذا جراي ماتر كونتينز الموتور سنسوري اند كوميشرال نيوكلياي، فيهم كل النيوكلياي، لانه احنا في عنا الانتيريور هورنز ثيك وعادي فيهم كل الانتيريور نيوكلياي باستثناء الكلاركس نيوكليوس. تمام، بدي اكون عارفتها انه كلارك نيوكليوس احنا اتفقنا عليها بالمحاضره الماضيه انها بتبلش من سي 8، كلارك نيوكليوس بتبلش من سي 8. فممكن الدكتوره تجيب لي صوره، هاي الصوره تحكي لي what is the nucleus that is not present بهذا السيجمنت، فأنا من صورة بدي أميز إنه والله هذا سيرفايكل، أنا عارفة إنه كلارك نيوكليوس موجودة بس بي سي 8، فكل النيوكلياي موجودين بالسيرفايكل باستثناء كلاركس نيوكليوس اللي هي بس موجودة بي سي 8. The white matter is abundant، يعني white matter كميتها منيحة وكبيرة، فيها تقريبا كل التراكتس باستثناء السبتو مارجينال تراكت. تذكروا احنا مش حكينا في عندنا هذول الشورت تراكتس اللي صار اللي بس بيعملوا كوردينيشن جوا السباينال كورد، كان في عندنا كوما سبتو سبتو مارجينال. فهون بالسيرفايكل بيكون عندي الكوما، لسه السبتو مارجينال ما بين، بس تختفي الكوما بتبين عندي السبتو مارجينال. فاول وحده واسهل وحده السيرفايكل، فيها تقريبا كل شيء، كل النيوكلياي باستثناء الكلاركس نيوكليس، وفيها كل التراكتس باستثناء السبتو مارجينال تراكت. ايش معنى هذا الحكي؟ نرجع على الصوره هاي اللي هون اللي احنا رسمناها. مش احنا حكينا انه كل التراكتس موجوده بكل مكان، بس في عنا مثلا تراكت بلشت معي من هذا من هاي المنطقه. ثواني بس، في عنا احنا مثلا تراكت بلشت من هاي المنطقه، زي مثلا السبتو مارجينال، اما قبل كانت اوليفري مثلا، مش اوليفري سوري، الكوما شيء. فانا بعرف انه هاي مثلا السيرفايكل فيها الكوما شيب بس ما فيها السبتو مارجينال. ليش؟ لان السبتو مارجينال بلشت من تحت شوي، هذا هو معناه انه هاي المنطقه فيها او ما فيها. فنرجع السيرفايكل، تقريبا فيها كل شيء، نيوكلياي فيها كل شيء باستثناء كلاركس بتبلش من عند بس سي 8، والتراكتس فيها كل شيء الا السبتو مارجينال. هلا بالنسبه للابر ثراسك، فيها، بما انه ثراسك اول معلومه، اول شيء هند بيعطيني اياها، بما انها ثراسك معناته ما فيها الانتيريور هورن، ما فيه لا سنترال ولا لاترال. لو اجتني الصوره حيكون دائري، راح تكون السنترال كانال شويه انتيريور، راح يكونوا ثين اند بارلل اكستيريور، وهدول كثير ثين الانتيريور هورنز، وممكن الاقي عندي لاترال هورنز. فالبوستيريور هورنز فيها كلاركس نيوكليوس بالاضافه لكل النيوكلياي اللي موجودين بالسيرفايكال ريجن، باستثناء ان الانتيريور هورن فيه بس الميديال. معناته ايش النيوكلياي اللي موجود اللي مش موجوده بهذا السيجمنت؟ بس السنترال واللاترال اللي موجودين بالانتيريور. اضافه على ذلك اللاترال هورنز فيهم السمباثيتك نيوكلياي. احنا حكينا انه اللاترال هورنز اللي بالثراسك فيهم سمباثيتك، بينما اللاترال هورنز اللي بالساكرال ايش فيهم؟ فيهم الباراسمباثيتك. فهون بيجيني سؤال، بدي اكون عارفه انه فيها تقريبا كل النيوكلياي انكلودينج كلارك، لانها كلارك بلشت من سي 8 ونزول بتكمل لتحت، بس الانتيريور هورن ما فيه لا سنترال ولا اللاترال. وضفنا عليهم انه في النيوكلياي تبعت الموجودين باللاترال هورنز اللي هي سمباثيتك. بالنسبه ل التراكت، فيها نفس التراكت اللي موجودين فوق،
باستثناء انه ما بيكون فيها اوليفو سباينال. الاوليفو سباينال بتروح الفنترال فيستيبيولو سباينال التكتو سباينال اللي هم كل الاكسترا بيراميدال، يعني الاكسترا بيراميدال بس موجودين وين؟ موجودين بالسيرفايكل. اكسترا بيراميدال بس بالسيرفايكل. كلهم ابسنت اللي هم ثلاثه، يعني ثلاث تراكتس اختفوا، ثلاث تراكتس كانوا موجودين. هي احنا عندنا السباينال كورد كامل، هذول الثلاث تراكس كانوا موجودين بالسيرفايكل، بعدين بس وصلنا عند الثراسك، عند الابر ثراسك بطلوا مبين، خلص انتهوا هون. ايش هم الثلاث تراكس هذول؟ الاكسترا بيراميدال. فالثراسك، الثراسك احنا ميزنا كيف شكله، حكينا فيه كل النيوكلياي باستثناء الانتيرور من قدام، فيه بس الميديال لانه كتير صغير، واللاترال ضفنا عليها سمباثيتك نيوكلياي. بالنسبه للتراكس فيها كل التراكس باستثناء الثلاثه الاكسترا بيراميدال. هلا على اللور ثراسك ريجن طبعا نفس الشكل، حتكون دائريه، حتكون سلايتلي انتيريور الفتحه، ورا ثن وثن وباراليل، من قدام ثن، وممكن الاقي في عندي لاترال هورنز. هلا البوستيريور هورنز فيها تراكس نيوكليس اكيد، لازم برضه نفس كل النيوكلياي باستثناء انه الانتيريور هورن فيها بس الميديال نيوكلياي، واللاترال هورنز فيها سمباثيك نيوكلياي. يعني لاحظوا انه النيوكلياي اللي موجوده بالابر ثراسك نفس النيوكلياي اللي موجوده باللور ثراسك. هلا بالنسبه للتراكتس، التراكتس هون بصير في عندنا تغيير، ان السبتو مارجينال الكوما بتختفي، بطلع مكانها السبتو مارجينال. فهي فيها التراكتس باستثناء الاكسترا بيراميدال لانهم خلصوا من فوق اصلا. وهون بدل الشوم الكوما شيبت، راحت الكوما شيبت وضل عندي السبتو مارجينال. في غيرهم كمان بيختفوا اللي هم الكيونيت والدايركت بيراميدال تراكتس، هذول التنتين كمان اختفوا. فهيك صار التوتال ستة، اللي هم الكوما شيب اختفت واجا مكانها السبتو مارجنال، الكيونيت اختفت، والدايركت بيراميدال برضه اختفت. هذول باللور ثراسك، معناته اللور ثراسك فيه كل النيوكلياي، بالاضافه انه اللاترال هورنز فيهم السمباثيك نيوكلياي، واكيد فيها كلاركس نيوكلياي زيها زي ابر ثراسك. هلا بس الفرق وين؟ الفرق بيجي بالتراكس، انه باللور ثراسك بتروح عند الكوما شيب وبيجي مكانها السبتو مارجنال، الاكسترا بيراميدال اصلا اوريدي من فوق خلصوا، واضافه هون انه بتخلص الكيونات والدايركت بيراميدال برضه بيروحوا. نوصل احنا عند اللمبر ريجن، اللمبر ريجن الجراي ماتر تبعتها فيها كل شيء، واللاترال هون موجود عندنا بال 1 وال 2 بس. بالنسبه للتراكس فيها نفس التراكس طبعا اللي ضلوا من فوق، بس ال posterior spinal cerebellar tract is absent، يعني هاي الوحيدة اللي بتختفي هون. لو أنا بدي أجي أعمل بدي أحفظهم بدي أعملهم برسمة زي هيك. بدي أقسم هاي الرسمة هاي cervical region، هاي upper thoracic، lower thoracic، اخر اشي في عنا اللمبر. احنا اتفقنا ان السيرفايكل فيها تقريبا كل التراكس السيرفايكل، حكينا فيها كل النيوكلياي باستثناء كلارك. كلارك تحديدا هيها كلارك، هاي لونها بلشت من سي 8 نزلت لتحت، هاي كلارك. بلشت من وين؟ من سي 8. بالنسبة للتراكتس فيها كل التراكتس باستثناء مين؟ باستثناء السبتو مارجنال. واتفقنا مع بعض انه السبتو مارجنال وين بلشت؟ بلشت باللور ثراسك من هون بنزول سبتو مارجنال. ايش كان في قبل السبتو مارجنال؟ نضل نغير الوان احنا. كان في قبل السبتو مارجنال الكوما شيب. فالكوما شيب موجودة وين؟ بالسيرفايكل، هي الكوما شيب موجوده بالسيرفايكل وبالابر. اتفقنا كمان انه الاكسترا بيراميدال تراكتس الثلاثه موجودين بس بالسيرفايكل، بعدين تحت خلاص بيختفوا مش موجودين، هذول الاكسترا بيراميدال موجودين بس بالسيرفايكل. ايش كمان؟ انا صراحه مش كثير حفظتهم، يعني بصم بالثراسك. احنا حكينا هاي الابر ثراسك فيها الاكسترا بيراميدال اختفوا، هون صار في عندنا هذا التغيير. نيجي على اللمبر ريجن قبل،
حكينا هون احنا عندنا باللور ثراسك بلشت عندي سباينال ثلامك بدل الكوما، والكيونات اختفت، معناته الكيونات بس موجودة لهون، هاي الكيونات واللي هم ال نسيت شو اسمهم، بيراميدال something، ايه الدايركت بيراميدال مش موجودة هون، برضو الدايركت بيراميدال زي هذا الكيونات بتنتهي هون. آخر إشي، آخر وحدة عندنا بتختفي اللي هي عند اللمبر، ما فيه posterior spinal cerebellar، معناته spinal cerebellar بس موجودة لحد هون عند اللمبر، هاي ال spinal cerebellar. تمام، فأنا ممكن إيش السؤال رح يجيني، رح يجيني سكشن زي السكشنات اللي شفناهم فوق، بدي أميز من الشكل هل هو أوفل هل هو دائري، وأميز أنا وين بالضبط، هل أنا بالسيرفايكل ولا بالثراسك ولا باللمبر. رح تيجي دكتورة تحكي لي إنه بهذا السكشن اللي أنت عندك إياه هون هل موجودة الإكسترا بيراميدال تراكت، فأنت بتطلع بتكون جايبة لك ثراسك، لا أنت عارف إن الإكسترا بيراميدال انتهت لعند السيرفايكل، فخلص معناته الإجابة نو، وهيك هذا رح نحكي عنه أكثر باللاب ورح ناخذ أمثلة عليه باللاب. فبس بدك تكون حافظ شو هم التراكتس، وبدك تحفظ لي وين الاشياء الاماكن اللي مش موجوده فيهم، من وين يعني وين لو مثلا كلاركس تبلش من سي 8 بتكمل لتحت، معناته سيرفايكل كلهم باستثناء سي 8 ما فيها كلاركس وهيك. وبس يعطيكم العافيه، ان شاء الله تكون محاضره يعني سريعه، واي سؤال دائما على التليجرام او على الماسنجر تقدروا تسالوني.